يعني كان بيود النهضة واضح أنه هو ما يمشيش لمجلس نواب الشعب لاختبار ثقته من عدمها حتى تخلي الأمور كل في المهموتة، لأنه حركة النهضة من يوم 2 جوان منذ إعلان رئيس الجمهورية مبادرته وهي ما أعطتنا حتى موقف واضح إلا اليوم في الندوة الصحفية على لسان رئيسي. وأنا أعتقد اليوم حتى حركة النهضة كما كنا نتحدثوا سي عبد الله على نداء تونس، نتحدثوا عن حركة النهضة، عن قيادة حركة النهضة أساس الأستاذ رشد الغنوشي وعن بقية حركة النهضة. اليوم لا نرى لحركة النهضة موقف غير الذي يرسمه رئيس الحركة، يعني ورئيس الحركة منذ المؤتمر الأخير يعني مسك بكل السلطات والصلاحيات داخل الحركة، وهذا منهج هو خطه. احنا ما نعرفوش ما وقف البقية الحقيقة، ولا نرى جدل داخل هذه الحركة على الرغم من كبر معناها عددها وحجمها وقيادها وثقلهم التاريخي، ولكن لا نرى مواقف، يعني كأنه معناها تتصرف بآلية يعني التنظيم القطيع.